Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va voir la progression thématique. Maintenant, la progression thématique, nous allons voir les textes qui ont une constitution informationnelle. Yani, nous allons voir les textes qui ont une visée informative. Yani, c'est informé. C'est pour ça que nous avons la progression thématique dans les textes expositifs. Nous avons aussi dans un texte, par exemple, qui est historique, ou une visée informative, yani, la progression thématique. Nous avons la progression thématique. Nous avons la progression à thème constant, thème 1 اللي نهضروا عليه من البدايه حتى النهايه. La progression à thème linéaire, شوفوا اس هنايا plusieurs thèmes, يعني هذا كي شغل كيما نقولوا حنا سلسله في سلسله. دوك نفهمكم بالحاجه بالحاجه. وعندنا la progression à thème dérivé, نسميوه aussi éclaté و نسميوه en éventail. En éventail يعني اش تعرفوا ليفونتاي؟ هذيك لي لي بردو بها هذيك المروحه كي شغل يجي مفتوح متشعب، نقولوا له متشعب. هذا ثابت، هذا متسلسل، وهذا متشعب. متشعب الو راح نعطيكم امثله، نعطيكم illustration. الاول اتام كونستون، كيفاش يجينا لو تام هذا ثابت؟ انا مانيش حابه نجيب لكم الانترنت ونحط لكم بعد. انا حبيت كيفاش يقولوا جو فولغاريز، يعني حبيت نسامبليفي، مانيش حابه نقول لكم بروبو تام بروبو تام و ايبر تام، ما كان على بالي ماكمش راحين تفهموهم. الو نهضروا سوا نقولوا لا فراز اون ولا باراغراف، لكن تكست نهضروا باللي باراغراف، لكن باراغراف واحد نهضروا باللي فراز. حنا نهضروا نقولوا دركا نهضروا باللي باراغراف. نقولوا لورديناتور سو ديفيني كوم هكذا هكذا. وعلى واش راهو يهضرنا؟ هضرنا على لورديناتور، وهذا اللي لا ديفينيسيون، هذو الكلمات اللي يجوا منها نقولوا لهم بروبو. هذا تام، هذو بروبو. هذا في الباراغراف الاول. في الباراغراف الثاني دائما نهضر على لورديناتور، نقول سيت اباري اي كومبوزي دو 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 دو. هذا لاباري هذه تتكون من 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 هكذا، ونحطوا هذيك لا سوري دو ليكران دو لينيتي سنترال دو دو. عندنا باراغراف 3 il est une machine. وين هو الايل هذا؟ هو لورديناتور، هو لورديناتور. يعني شوفوا يا جماعه كي بيرمي دو، هنا كشغل رانا نمدو في لو رول تاعو، واش هو الخدمه تاعو لوردين. il permet par exemple de nous connecter avec les autres, par exemple de d'enrichir les informations تاعنا. صافي هنا شوفوا نعاودوا باراغراف 1 هضرنا على لورديناتور، عاودنا هذه الكلمه هذه قلبناها سيت اباري، درنا سيبستيتو، يعني سيت اباري هو لورديناتور. ومن بعد ولي نقول إلي اون ماشين، شكون إل هذا؟ هو لورديناتور. شوفوا أشاك فوا نهضرو على لو ميم تام، بصح غير هذو الكلمات لي بروبو هذو هما لي يتبدلو. دوك نوريلكم كيكون لينيير كيفاش راح يدير. هنا كي شغل لينيير كي شغل سلسلة في سلسلة، دوك نعطيلكم كيفاه. كيما قالوهاش العجايز، عندنا باراغراف 1 لورديناتور، هنا هضرنا على لورديناتور. إل إي انفونتي باغ لي تخواز، يعني مخترع من طرف هاو التام الاول اللي رانا نهضرو عليه. ومن بعد إل زون إتيود، وينهم هادو إل؟ اسكو لورديناتور ولا لي زانجينيور؟ ولينا كي شغل نهضرو بهذا اللي خلصنا به يولي تام هنا في الباراغراف 2. يعني إل شكون هما؟ هادو les ingénieurs. En بعد ils ont étudié à l'université de New York. باش خلصنا؟ خلصنا بنيو يورك. نيو يورك واش تولي في الباراغراف 3؟ تولي هي لو تام تاع الباراغراف الاخر، تولي تام 3، تولي تام 3. شوف هنا هذا تام، الاحمر دائما هو تام، الاحمر هو تام والاخر هو بروبو. هذا تام وهذا بروبو، هذا تام وهذا بروبو، هذا تام هذا بروبو. يعني دائما البروبو تاع هذا يولي تام هنا، البروبو تاع هذا يولي تام هنايا. تفهمنا جماعه ولا ما تفهمناش؟ دوكا نروحو نديرو في الاكلاتي. الاكلاتي هنايا عنده نهضروا نقولوا لورديناتور سو ديفيني كوم ام هكذا انا باغي كي هكذا. ومن بعد صافابريكاسيون، ما هضرناش دوك على لورديناتور، هضرنا على الصنع نتاعو. صافابريكاسيون باغ اكزومبل ايتي فيت باغ هكذا. ومن بعد هضرنا، ومن بعد ولينا نهضروا على لي زيليمون كونستيتيف تاعو، يعني العناصر ولا الاشياء التي تتكون منه. باغ اكزومبل لي زيليمون كونستيتيف دو سيت اباري سون
de cet appareil sans, par exemple, l'écran, le clavier, l'unité centrale, هكذا هكذا. كي شغل من الاول هضرنا على لورديناتور ومن بعد هضرنا على الصنع نتاعو ومن بعد هضرنا على لي زيليمون اللي يتكونوا منه. هنا تشعبنا، هنا راهو ليك تشعب. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا ما فهمتوش انا راح ندير اون اوتر فيديو نفهم فيها اكثر.